حديثنا عن إمام وعلم عظيم من أعلام الحديث. هذا الإمام هو الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمة الله عليه. والإمام أحمد بن حنبل اسمه ونسبه ولقبه، فاسمه أحمد بن محمد بن حنبل الذهلي الشيباني، فهو ينتسب رحمة الله عليه إلى قبيلة بني شيبان، وهذه القبيلة تنتسب إلى قبائل بكر بن وائل. ومن هذه القبيلة ومن أعيان هذه القبيلة مرة بن ذهل الشيباني، وهو الذي وقع بينه وبين أبناء عمومته من قبيلة بني تغلب الحرب المعروفة وهي حرب البسوس. فالإمام أحمد رحمة الله عليه ينتسب إلى هذه القبيلة العريقة التي أنجبت الكثير من الأبطال في هذه الأمة، وكذلك أنجبت الكثير من الأئمة الكبار، وعلى رأسهم الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، وكذلك الإمام محمد بن الحسن الشيباني، وغيرهما من العلماء الكبار الذين تناسلوا من هذه القبيلة. ولا شك أن بني شيبان كان لهم شأن عظيم عند العرب، والسبب في ذلك حينما أجارت هذه القبيلة هند بنت النعمان بن المنذر، حينما قتله كسرى لأنه امتنع من تزويج ابنته هند لكسرى، فقتله كسرى ثم أرسل جيشا جرارا يريد أن يأخذ هند من بني شيبان بالقوة، فامتنعت هذه القبيلة وحصل القتال في معركة ذي قار، وأصبحت هذه المعركة مفخرة من مفاخر بني شيبان. ولذلك قال الشاعر: فدا لبني ذهل بن شيبان ناقتي وراكبها يوم اللقاء وقلتي، هم ضربوا بالحنو حنو قراقر مقدمة الهامرز حتى تولتي. وأيضا قال الناظم: وخيل بكر فما تنفك تطحنهم حتى تولوا، وكاد اليوم ينتصف، لو أن كل معد كان شاركنا في يوم ذي قار ما أخطأهم الشرف. وهذا لا شك أنه يدل على شرف هذه القبيلة التي ينتسب إليها الإمام أحمد بن حنبل. أيضا من أبطان هذه القبيلة التابعي الجليل المثنى بن حارث الشيباني، الذي كان له دورا بارزا في قتال الكسرويين، وكان هو الشرارة الأولى في الفتوحات الإسلامية في العراق وكذلك في بلاد خراسان. فالإمام أحمد رحمة الله عليه ولد يتيما، وهكذا نجد حقيقة أن هؤلاء اليتامى، الإنسان حينما ينظر إلى هذا اليتيم ينظر إليه على أنه ضعيف وأنه مسكين، قد توفي والده أو توفيت أمه وهو صغير، ولكن لا يعلم الناظر إلى هذا اليتيم أن الله عز وجل يودع القوة في هؤلاء الذين نظنهم ضعفاء. ولذلك هذا الإمام العظيم حفظ لنا ما صح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. أيضا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خير من وطئ الثرى صلوات ربي وسلامه عليه، مات أبوه وهو في بطن أمه، ثم ما لبث أن ماتت أمه آمنة بنت وهب، ثم جده عبد المطلب، وهكذا مات أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يتنقل من يتم إلى يتم حتى صار هو خير من وطئ الثرى، وقد اصطفاه الله عز وجل يتيما، وقد اصطفى الحق تبارك وتعالى الإمام أحمد بن حنبل من بين هذه الأمة ليكون أميرا للمؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاش الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في كنف أمه، هذه المرأة الصالحة التقية البرة التي كانت جعلت في حياته كلها ونصبها العمل على إخراج هذا الإمام في رحلة في طلب العلم حتى يصبح من العلماء الذي قل نذيرهم. أمه ألا وهي صفية بنت ميمون وبنت ابن عبد الملك، وكان جدها معروفون بني شيبان أنه له الصدارة، وكان العرب تضيف عنده إذ أنه كان كريماً
سخيا رحمه الله تعالى. وأمه هذه المرأة الصالحة يقول عنها الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: كانت أمي توقدني من الليل حتى أصلي، وكانت إذا جاء الليل الشاتي توقدني مبكرا فتوقد هذا النار على هذا الماء حتى أتوضأ، وكانت تخاف علي فلا أخرج إلى الصلاة حتى يؤذن المؤذن، فقالت كانت تخاف عليه. هذه الأم الصالحة هي التي كانت تحث إمام أحمد رحمه الله تعالى على الجد والاجتهاد في طلب العلم، فكانت تقول له: لا تنشغل بأي شيء من أمور الدنيا، بل انشغل واجعل نصب عينيك ألا وهي طلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثني الركب عند العلماء. فكان الإمام أحمد لا ينساها من الدعاء، حتى أنه إمام أحمد لما كبر وأراد أن يتزوج فكانت أمه تلح عليه كثيرا في الزواج، فكان فإني قال: أخشى أن تجعل مع أمي امرأة أخرى فتأخذ حق أمي عنها، فأقل فيها في البر في هذه الأم. فكان الإمام رحمه الله تعالى يدعو لها في كل لحظاته ويقول: رحم الله أمي، فلها الفضل الكبير في حفظي لكتاب الله عز وجل وفي طلب الرسول وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى حينما بلغ 40 من عمره تزوج، خذ أحد من بنات العرب يقال لها العباسة، فأنجبت له ابنه الأول ألا وهو صالح، وكان يكنى أصلا الإمام أحمد بأبي عبد الله. ثم تزوج بعد ذلك، توفيت زوجته بعد 30 سنة، حتى يقول أحد تلاميذ الإمام أحمد وهو أبو بكر المروذي يقول: قال لي يعني الإمام أحمد: والله قد جلست 30 سنة مع أم صالح، فوالله ما قالت لي كلمة أغضبتني. انظر إلى كيف معاشرة الأزواج مع هذا الإمام، كيف يعامل زوجته جلس معها 30 سنة، قال: والله ما قالت لي كلمة أغضبتني، وإنما كانت في شؤون بيتها وفي طاعة زوجها. ولذلك بعد ذلك توفيت وحزن عليها الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ثم تزوج غيرها وأنجبت له ابنه عبد الله، ثم توفيت زوجته وأنجب يعني زوجة وهي جارية تقال الحسن، فأنبت الله عز وجل عليها وأنجبت له أبناء صالحين وبنات، وكانوا كلهم من العلماء، وكان من علماء مذهبه الإمام أحمد أنه أبناؤه هو عبد الله وصالح، وكان ابنه سعيد قاضي في الكوفة بعد وفاة أبوه. انظر إلى هذه الذرية بعضها من بعض. وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يحث أبناءه على طلب العلم، بل يجعلهم يكتبون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتعلمون كيف يتأدبون مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت هذه دربة في حياتهم، يعلمهم كيف يطلبون العلم، يعلمهم كيف يحفظون أوقاتهم، فلا يجلس في البيت إلا ويجعل ابنه عبد الله يكتب هذا المسند الذي جمع فيه الإمام أحمد رحمه الله تعالى 40,000 حديث. 30,000 حديث ليس مكرر، وأربعين أو 10 أحاديث أو 10,000 حديث مكرر، وهذا إن دل على سعة علم هذا الإمام رحمه الله تبارك وتعالى. ولله در الإمام أحمد، فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين.